حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف السيدة مها مفيز، الرئيس التنفيذي لصندوق العمل تمكين. نرحب بك في نشرة الأخبار. ما أهمية حزمة البرامج التدريبية التي تم إطلاقها من قبل تمكين لتدريب القيادات التنفيذية البحرينية؟ مساء الخير. في البداية نشكر تلفزيون البحرين على مواكبة وتغطية مستجدات الصندوق أول بأول. في البداية نحب أن نأكد على أن جميع ما نقدمه من برامج مبادرات تدريبية تأتي انطلاقاً من أحد أهدافنا الرئيسية في صندوق العمل تمكين، وهو تعزيز مكانة الكوادر الوطنية كخيار أمثل للتوظيف في سوق العمل. طبعاً هذه الحزمة من البرامج اللي تفضل بإطلاقها سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد رئيس مجلس إدارة الصندوق، تعد الأولى من نوعها وتركز بشكل رئيسي على تدريب وتطوير البحرينيين في الأدوار القيادية والتنفيذية. طبعا احنا اخترنا التركيز على هذه الفئة نتيجة لإيماننا التام بقدرة الكفاءات الوطنية على تقلد هذه المناصب وقيادة المؤسسات اللي يعملون فيها بكل كفاءة ونجاح. من خلال هذه الحزمة تعاوننا مع أعرق وأكبر الجهات التدريبية العالمية، وهي هارفارد للتعليم المؤسسي وجامعة HEC في باريس، وكذلك كلية انسياد لإدارة الأعمال العالمية، عشان نقدم برامج تدريبية بجودة عالمية للقياديين في البحرين. طبعا من خلال هذه البرنامج نتطلع لدعم جيل مؤهل من القادة البحرينيين القادرين على المساهمة في نمو ونجاح مؤسسات القطاع الخاص والمشاركة في مسيرة التنمية الشاملة في مملكة البحرين. نعم، لكن ما هي المجالات التي سوف يركز عليها أو تركز عليها كل هذه البرامج؟ طبعاً سيكون هناك تركيز على المهارات القيادية من خلال برنامج سيقدم فرصة تدريبية للمدراء البحرينيين في المستوى المتوسط والمستوى التنفيذي، وبيغطي مختلف المهارات اللي يحتاجها القادة مثل فن القيادة والاستفادة من التحول الرقمي وتشجيع التعاون والابتكار. بالإضافة لبرنامج الحوكمة المؤسسية اللي يستهدف أعضاء مجالس الإدارة الحاليين أو المستقبليين، وذلك لتزويدهم بالمهارات اللازمة لمواجهة التحديات في هذه المناصب. طبعا خصصنا برنامج لدعم المرأة البحرينية، وذلك تعزيزا لدورها الفاعل في قيادة مختلف المؤسسات والجهات، وهو برنامج التطور التنفيذي للمرأة القيادية. سيقدم هذا البرنامج فرص مميزة للمرأة البحرينية لتطوير مهاراتها القيادية بهدف تحقيق النمو المهني. نعم، السيدة مها مفيز الرئيس التنفيذي لصندوق العمل تمكين، شكرا جزيلا لك.